السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة فلوقات غير جوك. طبعا هذا الفيديو اليوم راح نتحدث به عن المشاريع الصغيرة المدرة للدخل. هواية ناس يسألون يقول أنا إذا أجي لإقليم كردستان أو يعني شلون أبدي أشتغل، أريد أشتغل، أريد أفتح مشروع، أريد كذا كذا كذا. طبعا هواية شغلات أكو، هواية مشاريع، لكن من أهم المشاريع اللي تقدر أنت تفتحها واللي تقدر أنت تعتمد عليها بالإقليم كردستان وبكل محافظات مثلا دهوك، سليمانية، أربيل، زاخو، والأغذية النواحي يعني التابعة لها. طبعا واسا راح نذكر إن شاء الله مشاريع بالتدريج واحد واحد إن شاء الله وتكلفتها وشلون تسوي وشلون تفتحها. أولا خلي نقول مثلا أول شيء عندك تريد تفتح مثلا محل حلاقة. محل حلاقة طبعا محل الحلاقة هو من المشاريع الناجحة دائما بكل مكان وبكل زمان، خصوصا اذا انت تكون حلاق يعني صاحب مهنة، ما تجيب يعني تشغل عمال وياك، واذا تشغل عمال وياك ايضا يعني شغلة مثل ما يقولون تصرف، يعني فاتحة بيوت ومعيشة عوائل مسألة الحلاقة. اول شيء تريد تفتح حلاقة طبعا انت اذا صاحب مصلحة واذا عندك فلوس، مثلا عندك فلوس تقدر تفتح يعني بسنتر المدينة، باي مدينة تروح تسكنها تفتح بالسنتر وتشتغل عادي، امورك طيبة راح تكون. اما اذا تكون مثلا على ايدك ضيقة او على قد حالك تقدر تفتح هذا المشروع داخل منطقة، داخل منطقة سكنية تقدر تفتح هذا المشروع وتديره، وهذا المشروع يعني مشروع الحلاقة ما يكلفه هاي، يعني تكلفته كلها يعني مع الديكور ومع الإيجار يتوقف عليك بال35 ورقة 36 ورقة، يعني ما يوصل 40 ورقة. والإيجار داخل المناطق يعني يكون من ورقة إلى ورقتين، هذا إذا كان منطقة راقية، وإذا كان على شارع عام ورقتين. هاي بالنسبة للحلاقة. المشروع الثاني وهو مشروع سهل وبسيط واعتقد الكل تقدر عليه من حيث التكاليف ومن حيث العمل، المشروع هو منتشر هسه يعني بالآونة الأخيرة وهو غسل السيارات. مشروع غسل السيارات هذا المشروع ما يكلفك أكثر من 15 ورقة، 13 ورقة، 14 ورقة. مشروع غسل السيارات طبعا مشروع غسل السيارات مو إلا شرط داخل منطقة صناعية، لا هذا المشروع تقدر تفتحه داخل منطقة، بس شلون داخل منطقة مو داخل الأحياء والأفرع، داخل العفو يعني على الشارع العام للمنطقة تقدر هذا المشروع تفتحه، ومشروع ما شاء الله يعني ماشي وناس معتمدة عليه وعوائل فاتحين بيوت عليه وشغل تراقية ومحترمة. يعني تكلفة المشروع خلينا نقول 15 ورقة 16 ورقة بهذا الحدود، زائدا الإيجار شنو هو، تاخذ لك مخزن طابق أرضي تحت عمارة، تاخذ طابق أرضي وتقدر تفتحها غسل سيارات. طبعا غسل سطحي من المشاريع المهمة والناجحة ما شاء الله وماشية يعني بكل مكان هسه حاليا موجود هذه المشاريع. أما المشروع الثالث وهو المطعم، لكن شلون مطعم؟ أنا أقول لك أهم شيء بالمطعم لازم يكون بالسوق. نصيحة، لا تفتح مطعم داخل منطقة ولا تفتح مطعم بمكان بعيدة أو ما حد يشوفك، لازم يكون بالسوق. يعني ما أقصد سنتر المدينة، لا أكو يعني مثلا أسواق يعني شلون هسه صار المناطق صار بيها أسواق، ناس تروح وتجي ومارة ودكاكين ويعني أمور تجارية بهذه المنطقة، تقدر تفتح المطعم. لكن شلون مطعم؟ المطعم اللي راح تفتحه راح يكون مطعم بسيط وهو عبارة عن لفات، يا إما لفات شاورما قص، يا إما لفات هاي اللفات الطبيعية اللي نعرفها العادي، وهذا تكلفته أيضا تقريبا بال35 ورقة إلى 40 ورقة، هذه تكلفته. وبالنسبة للإجازة، إجازة ممارسة مهنة، إجازة صحية، عادي يطلع لكل من يعني يريد يفتح هيك مشروع ينطوه إجازة ممارسة مهنة وإجازة صحية ويمارس عمله. لكن هنا شنو عندك النقطة لازم تكون أنت صاحب العمل، يعني أنت الأسطى، تدري شلون يعني حتى أتصرف لك أو تجيب لك مساعد أو شريك يفهم بأمور المطاعم، وهي شغلة بسيطة، شغلة لفات
هاي الامور بسيطة، لفات وشوربة يعني تقدر تعتمد عليها. فاخواني شباب، اي واحد مثلا يسأل على الامور شلون اجي الكردستان وشلون ابدي مشروع وشلون افتح مشروع، باختصار هاي المشاريع البسيطة والسهلة مثل ما يقول، وتقدر تعتمد عليها وتقدر تمشي امورك. هاي ثلاث مشاريع قلنا لكم، الحلاقة وغسل السيارات والمطعم، تقدر تمشي امورك بها وامورك طيبة ان شاء الله. وطبعا الرزق على الله والاجتهاد من البشر، كل ما يجتهد البشر كما رب العالمين وفقه ورزقه. وهسه بعد ما خلصنا الحديث ناخذ لنا جولة شوية بالحديقة نفطر حتى ننهي الفيديو ان شاء الله، ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله اذا الله راد، وموضوع جديد هم راح يفيدكم ويفيد جميع المستمعين ان شاء الله بميزان حسناتنا. تكون هذه الفيديوهات، تكون هذه النصائح. بس انا من داخل الحديقة، طبعا اليوم جو كلش حلو طيب مشمس، والشمس طالعة بس مو حارة، جو طيب. على السنتر المدينة تقريبا من داخل الحديقة. فأخواني حبايبي الشباب اللي يريدون يجون مثلا الإقليم ويفتحون مشروع، هاي المشاريع البسيطة السهلة، وهواية أكو أفكار مشاريع، وإذا أنت عندك فلوس وتقدر تفتح مشاريع كبيرة ضخمة لا بأس يعني، لكن كبداية هاي المشاريع اللي تقدر تعتمد عليها، مشاريع بسيطة. يلا حبايبي أنا راح أنهي الفيديو هنا، وأشوفكم على خير إن شاء الله، مع السلامة.